الحمد لله مكرم الأمة بإبراز نور حبيبه المصطفى، وقد جعل في ذلك النور كل العافية والشفاء من أنواع أسقام القلوب والأجسام والدنيا والآخرة في الظاهر والخفاء. فسبحان عالم السر وأخفى انتقى واجتبى سيدنا محمدًا واصطفى وجعله سيد أهل الاصطفاء، فعظمت درجة أهل الاتباع والاكتفاء، وكانت لهم محبة الله وحسبهم ذلك وكفى. هم السعداء هنا وهناك بمحبة ملك الأملاك، والناس على ظهر الأرض أي شيء يحققون وإلى شيء أي شيء يصلون على اختلاف تنوعهم أجل وأعظم وأكرم من أن يحب الواحد منهم رب العرش العظيم خالق الخلق الحي القيوم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. لا وعزة ربي وربكم ما تحصل العباد على أعظم من هذا، ولا أفضل من هذا، ولا أكرم من هذا. فأكبر شيء تحصله وتحققه في حياتك أن تكون محبوبا للحي القيوم المحيي المميت الواحد الأحد الفرد المقيت جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا أحبك الله فلا أستطيع أنا ومن في الأرض ومن في السماء أن يصفوا ما سيعمل بك وما سيعطيك وما سيحبوك وما سيكرمك. لأجل هذا قال سبحانه في حديثه القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال جل جلاله في كتابه عن حال هؤلاء الذين تمسكوا بموجب المحبة فنالوا من ربهم المحبة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس، كل نفس في الأرض وفي السماء ما تحيط بإيش الله أخفى لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذكر الحق لنا ميزان الحقيقة وبسط بساط الحق الواضح: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا كمن كان فاسقا لا يستوون. فمن استوى عنده مؤمن ومنافق فقد ضاد القرآن وقد خالف الإيمان وقد نازع حقيقة التوحيد. إذا ظن استواء مسلم مع كافر، نقربها للأذهان هذه التي تحتاج أن تتغذى بنور لا إله إلا الله ونور هذا الوحي والرسالة المحمدية. إذا خطر في بالك أن مسلم أكرم بنور الإسلام، أكرم بنور لا إله إلا الله في قلبه الإيمان، وهو ضعيف، ضعيف الإدراك، ضعيف الحركة، ضعيف الأثر في الحياة، فقير، أحسن منه مفكر أو مهندس أو مخترع أو رئيس كافر، فقد ناقضت القرآن. والله ما يستوون. إذا قلت أنه مثله ناقضت القرآن، فكيف إذا ظننت خاطرك أن ذاك أحسن؟ من هو أحسن؟ ها؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم لا اعتبار بعجبكم، فإنه قائم على مظاهر وعلى أسس لا قاعدة لها لا أصل لها. فلا اعتبار بعجبكم هذا بالمظاهر الأخرى، وفي ميزان الحق تعالى المؤمن أعظم، المؤمن أفضل. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم زدنا إسلام كما أنعمت علينا بالإسلام، وزدنا إيمان كما أنعمت علينا بالإيمان، وزدنا من العافية، وبارك لنا في العمر، وارزقنا الاستجابة لدعوة هذا النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يحق للأمة في تذكرها لميلاده أن تتذكر عجائب إرشاده وتوجيهاته وتعليماته وما بلغه عن إلهه الحق. فوالله لا يمكن أن يوجد
في فكر مفكر، ولا في مؤتمر مؤتمرين، ولا في تخطيط هيئة ولا جماعة ولا حزب، شيء أعظم وأجل من بلاغ عن رب الخلق عز وجل ائتمن عليه الأفضل الأكمل عبده محمد المصطفى، فبلغه عن الله تبارك وتعالى. فإن مصدر بعثة هذا النبي رب العرش جل جلاله، هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهو ظاهر على الأديان بفضل الله تبارك وتعالى مع كثرة ما يشاع عليه وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتنشر الرسوم وتنشر الأفكار وتنشر الكلمات البذيئة، ويستهزأ بسيدنا عليه الصلاة والسلام وينال من دينه وينسب إلى دينه كذا وكذا وكذا وكذا. ما نرى على ظهر الأرض دينا ينتشر مثل هذا الدين، ولا نرى شخصا يعظم ذكره بين الخلق كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هذا؟ ليظهره على الدين كله، لأن فوق المملكة ملك ما يموت، ملك ما ينام، ملك ما حد يضحك عليه ولا يأخذ الملك منه. تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فحق للأمة أن تنفض الغبار عنها مما ضحك عليها، مما خدعت، مما غشت في نواحي حياتها، في مجالات واسعة غش الشباب، غش الكبار، غش الصغار، غش النساء، خدعوا بما يعرض عليهم مما يقتضي مخالفة منهج الله وسنة مصطفى، إلى موافقة فكر فلان أو فلتان أو سياسة الدولة الفلانية أو الأخرى، وأرادوا حتى دين الله تبارك وتعالى يسخرونه لأغراضهم ومقاصدهم وسياساتهم، وهو أكبر، الله أكبر، ودينه أكبر من أن يكون غرض لذا أو لذاك. لو كان جاء الدين من أجل حتى أن يحكم من هو أحق، لكان للصحابة شان مع من تولى من بعد الخلفاء الراشدين، وكان لأئمة أهل البيت شان مع من تولى من بعد الخلفاء الراشدين، ولكن ما كان هذا هو المقصود ولا الغرض من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما حسن الاحتكام والائتمام والانتظام بمنهج الله ورد كل ما خالفه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلنعلم عظمة هذه المنحة وهذه النعمة وهذا الدين، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، اللهم ارزقنا وعيها وشكرها والقيام بحقها. ومن القيام بحقها أن نتداعى لفعل المأمورات وترك المنهيات، ونحتشد في ذكرى خير البريات عليه الصلاة والسلام معبرين عن الولاء، فإننا تعبدنا من قبل الله بولائه وولاء الرسول ثم ولاء المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ترى هذه الخطوط العريضة الواضحة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ليبين حقائق المؤمنين ومن هم حزب الله على ظهر الأرض. من يتولى الله، ومن يتولى الله لا يغلب هواه على أمر الله، لا يغلب شهوته على أمر الله، لا يغلب مصلحته على أمر الله. ينصر الله، ينصر الله على نفسه، ينصر الله على شهواته، ينصر الله على أهوائه، ينصر الله على كل ما خالف شرعه سبحانه وتعالى. ومن يتولى هذا الرسول لا يقدم عليه في الخلق أحد، لا في المحبة ولا في التعظيم ولا في الطاعة والامتثال، ما حد قبل محمد، ولا أب ولا أم ولا حاكم ولا معلم ولا مفكر ولا مسلم ولا كافر ولا صغير ولا كبير. الطاعة بعد الله لمحمد. من يطع الرسول فقد أطاع الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نصب هذه الخطوط، قال والذين آمنوا، والذين آمنوا والإيمان غيب، قال يكفي كذا، واحد نطق بلا إله إلا الله ولم
يبادها بأمر واضح فيه باعك بينة من الله تعالى فهو من المؤمنين الذين تواليه. تعظم أمر الله فيهم بالولاء حتى تدخل في أخوتهم، إنما المؤمنون إخوة. من الذي قال؟ الله، الله الذي قال. والذي قال لك المؤمنين الفلانيين في المسألة الفلانية ضالين مضلين واجب نبغضهم، المؤمنين الفلانيين في المسألة الفلانية ضالين مضلين واجب نبغضهم، المؤمنين الفلانيين في المسألة الفلانية خالفوننا فيها كذا واجب نبغضهم، من قال هذا؟ الله قال إخوة، وذا قال متباغضين متقاتلين. ونصدق من؟ ونستجيب لدعوة من؟ يا منتسبين في العالم لمحبة أهل البيت الطاهر، والله ليس الناصبي ولا المبغض لأهل البيت من أحب أبا بكر الصديق ولا من أحب عمر بن الخطاب، فقد كان يحبهم علي، وقد كان يحبهم الحسن بن علي، وقد كان يحبهم الحسين بن علي، وقد كان يحبهم علي زين العابدين، لا والله كان يحبهم رسول الله، وكان يحبهم الله، ونشر الله لنا التمجيد، التمجيد في كتابه عنهم وعن أولئك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأمرنا باتباعهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ويا منتسبين إلى محبة الصحابة والسنة، لا والله ليست السنة في تنقيص قدر أهل البيت، ولا في ذكر فضائل علي بن أبي طالب، ولا في ذكر فاطمة الزهراء، ما يكون سني من لم يحب فاطمة، لا والله، ولا يكون من أهل السنة من لم يحب الحسن والحسين، ولا من أهل الجنة، لا من أهل السنة ولا من أهل الجنة من لم يحب الحسن والحسين، لا والله. فتمجيدهم في الآيات نزل، تمجيدهم في القرآن نقرأه، تمجيدهم في السنة. جئتوا لنا بمذاهب تأمروننا نبغض بعضنا البعض ونخرج عن ولا بعضنا البعض ونحارب من مجدهم ربنا في كتابه ونضرب بعضهم ببعض، ما هذا؟ اتركوا هذا الفكر لكم ولا ترتبوه للدين، ولا تدخلوا سياساتكم علينا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نريد أن نطيع الله ورسوله، ما بغينا أحد يتنمر ويتعفرت علينا بسياسته ولا بمذهبه ولا بمنهجه، نريد مسلمين لله مؤمنين بالله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيضحك عليكم ضاحك يحولكم إلى عناصر تضرون المسلمين في داخلهم، تضرون المسلمين في علاقتهم بربهم، في علاقتهم بنبيهم، في علاقتهم بالصحابة، في علاقتهم بأهل البيت الطاهر. يدعي السنة ويثقل عليه المدح لأهل البيت، استغفر الله. يدعي محبة أهل البيت ويثقل عليه المدح للصحابة، استغفر الله. ده ربي مدح لهم كلهم، وذا ربي مدحهم كلهم وسط الكتاب العزيز. يقول عن الصحابة كما سمعت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، إيش الخبر يا رب عن هؤلاء؟ قل لي. الناس تكلموا من واحد يقول تاريخ، واحد يقول سند، واحد يقول عندي، وواحد يقول إيش تقول يا رب؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفيك وما يكفيك، خبر باريك جل جلاله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. روح دور لك رضا، أنت يمكن مسخوط عليك، يمكن غاضب عليك يا بار السماء والأرض، لا تكلم على هؤلاء، دور لك رضا. هؤلاء قد نشر الله الرضا عنهم في الكتاب. وإذا ذكرنا السابقين ومهجر الأنصار، دخلوا الصحابة ودخلوا أوائل أهل البيت، فهم من السابقين الأولين من المهاجرين، كسيدنا علي بن أبي طالب وبنات المصطفى، هم السابقون الأولون، سادة المهاجرين والسابقون الأولون من الأنصار، آل بيعة العقبة ومن لحق بأولئك السابقين من قبل أن يأتي وقت صلح الحديبة، فهم السابقون الأولون عليهم رضوان الله من المهاجرين والأنصار. وهذا الحق يتولى مدح أهل البيت الطاهر، بل يفرض علينا مودتهم في الكتاب العزيز، ويخبرنا أنه يريد طهرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ال... فخلونا مع آيات الله. ما واحد يجي يقول لي ترفضت، واحد يجي يقول لي تنصبت، ولا أنا قلت سيدنا الشافعي تعب في بعض الأفكار القائمة على غير أساس، قال إذا ذكرنا يوم أبا بكر وفضله قالوا لنا أنت ناصبي،
وإذا ذكرنا علي بن أبي طالب فضله قالوا لنا أنت رافضي، قال ها، فما زلت ذا نصب ورفض بكليهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل، قال بحبهم كلهم إلى أن أموت وأدخل قبري. هذه السنة، هذه السنة، هذا منهج السنة. سيدنا أبو بكر الصديق يروي عنه الإمام البخاري يقول ارقبوا محمدا في آل بيته. ورجع شيعي أبو بكر وكيف؟ استغفر الله، هذه ما هو شيعي. عرف قدر أهل بيت أبو بكر، رجع أبو بكر شيعي في البخاري يقراها، ارقبوا محمد في آل بيته، شي كلمة أعظم من هذه تمجد أهل البيت؟ إيش هذا؟ قال محمد إذا توفي وانتقل إلى الدار الآخرة والرفيق الأعلى ارقبوه في آل البيت قدامكم. إيش الكلام هذا من أبو بكر؟ هذا ما شيعي هو؟ إمامنا في السنة، وعلي بن أبي طالب إمامنا في السنة، ورث من بعده أولاده الأحسن والحسين، وبعده ورثوا أولادهم الإمام علي زين العابدين محمد الباقر، لما رأوا هذا الغط والغلط والتذرع بالدين للمغراض الدنيا والسياسة، قال أنا بريء مما بريء ممن بريء من أبي بكر وعمر. كان يقولون هكذا، ها، وكانوا يقول سيدنا جعفر الصادق ولدني أبو بكر الصديق مرتين، من جهة جداته للأم ينتسب مرتين إلى أبي بكر الصديق، فأمه وأم أمه ترجعاني إلى أبي بكر الصديق، فهو جد أهل البيت الطاهر، كلهم عصبة ارتفعت لهم الرتبة بسيد الأحبة، فمن نال من أحد منهم فقد نال من المصطفى. هؤلاء صحابه وهؤلاء آل بيته شرفهم منه ومن شرفه عليه الصلاة والسلام. وليست السنة إلا كمال التعظيم لله ورسوله والصحابة والتابعين، وهو الذي مضت عليه مدرسة حضرموت المباركة، ما عرفت غلو ولا عرفت إفراط ولا تفريط ولا تمجيد ولا ربط الأمور بالسياسة ولا بالحكم ولا بالمظاهر، وقالوا دين بيننا وبين الله، نرفع الشعارات في كل خطبة من خطب الجمعة عندنا في الوادي ما كانت تخلو عن الترضي عن الصحابة وآل البيت عموما وعن الأربعة خصوصا. والأربعة مظهر الاثنين، مظهر الصحابة مظهر أهل البيت، هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم رضوان الله. ويترضون عن الحسن والحسين في عامة خطب أهل البيت. عندنا أهل السنة رتبوا أمورهم، يجتمعون في صلاة التراويح في رمضان يقولوا أبو بكر الصديق ترضوا عنه، عمر بن الخطاب ترضوا عنه، عثمان بن عفان ترضوا عنه، علي بن أبي طالب ترضوا عنه. إيش معناه؟ أثبتوا على طريق الاستقامة، اعتدال، لا لعب ولا زيق ولا سياسة ولا ذا فعل ولا ذا تركوا، كلهم نحبهم وكلهم نعظمهم كما أمنا بجميع المرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفرق بين أحد من أصحاب النبي، ولا نفرق بين أصحاب النبي وآل النبي، ولا نفرق بين المؤمنين، بل نجمع، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فعندنا ولا للمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، فلنعرف الواجب علينا في القيام بهذا الأمر وأن نعتز بدين الله تبارك وتعالى. وإذا لخصنا مدرسة حضرموت وما فيها من خير أو ترتب عليها نشر الإسلام في كثير من بقاع الأرض إلى حدود نصف العالم الإسلامي، بقعة بقاعا ومساحة وعددا دخلوا إلى دين الله على أيدي أهل هذه المدرسة، مع ذلك نقول هي وتاريخها كله ما كان يذكر من فضائل هو حقيقة اتباعهم للمصطفى وخضوعهم لمنهج الحق وأهل الهدى وتعظيمهم للصحابة وآل البيت معا ما يعرفون هذا التفريق، هذا هو. وكل ما خرج عن هذا ما به فخر، ما صحب هذا مما قام عليه من هندسة معمارية، هندسة أيضا زراعية، هندسة أيضا حرفية في كثير من الحرف ابتكروا فيها وأبدعوا فيها، تابع لهذا وليست هي محل عزهم وليست هي محل شرفهم. فهذا يقوم بمن بر ومن فجر، لكنهم صبغوا حرفهم هذه ومهنهم بصبغة من الإيمان من اليقين من المحبة من التقوى، فارتفعت رتبتها وارتفعت مكانتها وهدوء إلى الإتقان والإحسان فيها، فكان ما ابتكروه ورتبوه أصح للجسد وأحسن أيضا للروح وللقلب من المبتكرات التي جاءتنا عند الحضارة الحديثة.
الحضارة الحديثة كلما ابتكرت إلينا شيء يقعدون كم سنين يروجون له دعاية للمبتكر هذا، بعد شوية يظهرون إلا هذا فيه أخطار، فيه أضرار، هذا يجيب سرطان، وهذا يجيب مدش، وهذا يجيب مدش، وكانوا شبعوا دعايات وتشلوا فلوس منه من أول، ودالحين تنوع عن هذا وظهروا بعض الشيء وقالوا كذا وكذا. لكن ابتكارات هؤلاء في لباسهم، في زراعاتهم، في صناعاتهم وحرفهم ما يجي فيها شيء لا يجيب سرطان ولا يضر الإنسان ولا يوقع الإنسان في شيء من هذه المشاكل ومن هذه الآفات. لكن وين من يعرف قدر الدين ويعرف قدر الاتصال برب العالمين جل جلاله؟ ولا فخر لنا إلا به. ما كان من أعراف عند قبائل حضرموت تبع هذه المدرسة ما كان موافق للشريعة هو الممدوح والمشكور، وبه تم فضلهم وخيرهم. ما عدا ذلك ماله بزن، بل ما خالف من أي صنف من أصناف المجتمع، ما خالف الشريعة هو محل العار، هو محل العار، هو محل النقيصة، هو محل العيب. كائنا ممن كان، يجي من صغير، يجي من كبير، يجي من مشهور، يجي من مستور، يجي من ظاهر، يجي من خامل، كل ما كان مخالف للشرع محل العيب، محل العار، ونتائجه سيئة. ولذا نقول يا شباب، يا شباب الأمة عامة، يا شباب هذه المدرسة خاصة، من يغويكم ويغريكم بالمحرمات من الفواحش أو المناظر الخبيثة أو المخدرات، لا ينصحكم ولا يفيدكم ولا ينفعكم، ولم يخلقكم ولم يرزقكم ولن يكون مصيركم إليه، فاحذروه. وقد حذركم الرب من هذه الأشياء، فلن تجلب لكم خيرا ولن تجلب لكم رفعة ولا عزة ولا حياة طيبة في الدنيا أبدا. ومن ظن أنه بانتهاك حرمة أحد أو بسطوة بالقوة أن يأخذ حق أحد أنه بيرتاح به، فهو واهم، خاين، غادر، ظالم، نادم، خاسر بيقين، بيقين بلا ريب ولا شك. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. خذ النتيجة واسمع هناك، بس خذ الشبر اليوم هنا وصلح ما فيه، ابن فيه ولا سكون فيه. الهم معك والغم معك والكدر معك والتعب معك والديون فوق راسك والمشاكل من حواليك، وانت هذا في الدنيا، وخذ الحساب في الآخرة. كان عندنا العوام، عوام المدرسة ينطقون بأمثلة بينهم حكم من الحكم كأنها كلام الخواص، يقول التقى فيه البقاء. ايش التقى فيه البقاء؟ تقوم شيء على التقوى هو اللي بيدوم لك وبيستمر، غيره بيروح. ومهما عجبك الآن وملت مالت نفسك إليه نتيجته صعبة، بعد شوية بتشوف النتيجة. التقى فيه البقاء، هذا هو ما دل عليه القرآن، هذا ما دلت عليه السنة، هذا ما انتهى إليه الأكابر عليهم رضوان الله. فكانوا يقولون هكذا في أمثلتهم، في علاقتهم بالله. نسمع عوام كانوا يقولون، إذا حتطول كلام العرض قال اسمع، شوف ألف لام لامها والكلام كلامها، مش هذا؟ ألف لام لامها، الله، الكلام كلامها، الأمر أمره، ولا تطول عليه وتعرض للرجل، الأمر بيرجع لربي بعدين. ألف لام لامها والكلام، إيش ذا كلام العوام؟ هذول عوام، هذول عوام أهل ذوق، عوام أهل ذوق إيمان، أهل ذوق قرب من الرحمن جل جلاله. المدرسة هذبتهم، المدرسة علمتهم. في أيام السطوة اللي جات عندنا نشعية واخذ أموال الناس، نعرف ناس عليهم رحمة الله أكثرهم قد ماتوا، صدقوا مع الله، تبرعوا الأراضي التي تحت أيديهم، ما كان يعاملون الله به قبل مجيء التسلط هذا، عاملوه في أيام التسلط حتى ارتفع التسلط، أعطوا للناس حقوقهم ولا ظلموا أحد في حبه، إن كان مسجد وإن كان مالك للأرض. ايش هؤلاء؟ هؤلاء عوام؟ نعم العوام، هؤلاء نعم العوام، لهم رايات الفضل يوم القيامه، لهم رايات الصدق يوم القيامه، لانهم صدقوا ما عاهد الله عليه، والايمان في قلوبهم خلاهم يراقبون الله، والظروف من حواليهم تقول ما عليك، خذ الهف ولا تبالي، ما رضوا بذلك. هؤلاء الذين تربوا على موائد الايمان، عرفنا منهم فلان وفلان وفلان،
ومع ذلك عامي بهذه الصورة ما بعضه ما يعرف يقرأ ولا يكتب وما فاته قيام الليل. يا خير عامي ذا، عامي ما يقرأ ولا يكتب، حزب القرآن ما يتركه بعد المغرب كل ليلة، بعضهم بعد المغرب وآخر الليل، وبعضهم من الأميين حفظ القرآن، لا يقرأ ولا يكتب لكن حفظ القرآن. إيش المدرسة ذا؟ هذه مدرسة تخريج السعادة، تخريج أهل السعادة وأهل الحسنة وزيادة، ونعم ما خلفت ونعم ما كان، ولكن ما خالف وما تغوى به شبابنا من انقطاعهم عن كبارنا وبعدهم عن مشاورتهم. من طرح عليكم هذا ليس بناصح لكم ولا مفيد ولا نافع. هذا الانقطاع يسبب كثيرا من النزاع والقطيعة والتباعد والضعف. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب بحكم. وذكر النبي قبيلة كانوا من قبل الإسلام وعندهم خصال محمودة بها ينصر الله أصحابه، فكانوا لا يقابلهم أحد في معركة إلا نصرهم الله عليه من قبل الإسلام، جاءوا إلى الإسلام أسلموا. قال لهم فبما كنتم تغلبون من عداكم؟ قال رسول الله ما كنتم؟ قال بلى، ما كان يقابلكم أحد إلا تغلبونه. قال يا رسول الله كنا لا نبدأ أحد بظلم. واحد ما نخطي على أحد ولا نبدأ أحد بظلم، واحد. ها الثاني قالوا أمرنا لكبارنا، نرجع إلى الكبار والكلمة واحدة حقنا، ما عاد في واحد يقول كذا واحد يقول كذا، أمرنا لكبارنا. فأقرهم أن هذا سبب نصرهم، كان الله ينصرهم باجتماع كلمته وأن لا يبدأوا أحدا بظلم، ما يبدأوا، إذا حد ظلمهم قاموا، أما هم يبدؤون أحد بظلم لا. فهكذا كان النصر، وهكذا كان نصر المؤمنين. كان يكتب سيدنا عمر لأمراء الجنود يقول لهم إنما تنصرون بطاعتكم لله ويهزم عدوكم بمعصيتهم لله، فإذا عصيتم الله صرتم مثلهم، فحينئذ ينتصر الأقوى منكم والأحسن عدة، وأما إذا أنتم مطيعون وهم عاصون فالطايع هو المنصور والطايع هو المؤيد من قبل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يكون نصرنا، دخلت علينا دواخل، صار لا عاد يرجع إلى كباره، وصار حتى أبوه وأمه ما عاد يرجع إليهم، وإذا قرر هو أصدقائه قرار برع بالأب وبرع بالأم وبرع بالجد. إيش من تربية هذه؟ تربية فين؟ أنت تربيت في بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ ولو تربيت في بيئة كافرة عندها شيء من الفطرة ما كنت بهذه الحالة، فكيف بالإسلام الذي يقول لك أن اشكر لي ولوالديك؟ جاء النبي واحد شاب يقول له يا رسول الله جيت للجهاد معك، قال ألك أبوان؟ قال نعم، وقد تركتهما يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. روح لا تخرج معي في الجهاد، روح لعند أبوك وأمك هناك جهادك، أضحكهما كما أبكيتهما. وقال للثاني ففيهما فجاهد، اجعل جهادك فيهم ما داموا محتاجين إليك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أن اشكر لي ولوالديك. إذا ضيعنا هذه الأعراف الصالحة تلم شمل الأسرة، تلم شمل القبيلة، تلم شمل البلدة، تلم شمل الحارات وسط البلدان، إذا ما رجعنا إلى أهل الخير والنور والسر فينا وأهل العقل وأهل الحكمة ضاع أمرنا. لذا كثير من العقال بحكم الآدمية فقط والإنسانية والعقل اليوم في العالم الغربي وغيره يقول هذه الطريقة المبتكرة اللي تسمى ديمقراطية اللي تقوم على انتخاب العامة كلام فاضي وهباء يهلك الناس يهلك الأمم. لابد من الرجوع إلى ذوي الوعي والفهم وأن يكون القول قولهم. وتجيب لي 200-300 ما يعرف كوعه من بوعه يذكر لي رأي واحد صاحب علم ورأي صايب أحسن من 200 هؤلاء. قال أنت صوت واحد، هذول من 200 ما هو داري وين قبلته وين خلفه، ما هو داري فين هو، فكيف يعتبر قولهم وبأي مجال؟ ولهذا قال في سيدنا عمر كان أهل العلم والتقوى أهل مجلس شورى عمر صغار وكبار، ويختار من هؤلاء القوم يرجع الأمر إليهم. بعدين روح يسأل الشركات والمؤسسات، أن رجع الأمر إلى عقلاهم وأخيارهم نجحوا وفلحوا، ونجعلوه بيد كل من هب وجب، وإلا
بطريقة التصويت كما يقولون، من غير تحري ومن غير إدراك للأسس التي يقوم عليها النظرة للمسألة والحكم عليها. ولهذا يتكلم علمانا من أول أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الطائفة الواعية الفاهمة من الناس أرباب العقول والعلم والتقوى هم المرجعية. والله حق تعالى يقرر هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الناس كلهم مع الصادقين، واتبع سبيل من أناب، من أناب إليه، وتتبع سبيل أي واحد، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تتبع الذين، ايش يقول سبحانه وتعالى؟ في هذا يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي الآية الأخرى إنهم يقول الذين يتبعون أهواءهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أراهم ما تنفعك، كلامهم ما ينفعك، فلا تتبع أمثال هؤلاء، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن الله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، قال شوفوا البصيرة كيف تمشون في حياتكم وإيش الأنظمة التي تقوم عليها مصالحكم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء والله ولي المتقين، ما بتقع النصرة إلا المتقين. حسب حسابك إن أغروك سنة وسنتين أو عشر أو عشرين، شوف العاقبة سيئة عليك ما داموا غير متقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء والله ولي المتقين، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أتبعها بقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا الحياة سواء ولا الموت سواء. قال أبو سفيان قبل إسلامه في غزوة بدر، قام يصيح يقول: الحرب سجال يوم بيوم بدر، هذا اليوم مقابل يوم بدر. جاوب الصحابة قالوا أبي أجيبه، قال: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أحيانا نغلب وأحيانا تغلبوا، نعم، لكن العاقبة ما هي سواء؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فين سواء؟ ما هم سواء. يقول سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله يحيي فينا حقائق الارتباط بهذا النبي والمشي على دربه، ويحفظ على مدرستنا أسسها التي قامت على الاتباع وعلى الوعي وعلى الفهم وعلى الإدراك، طبقة بعد طبقة، وإمام بعد إمام، وعالم بعد عالم، وعارف بعد عارف، والعاقبة للمتقين. فالله يجعلنا من المتقين ويربطنا في هذه الساعة بأتقى المتقين حبيبه الأمين. اللهم اربطنا به ربط لا ينحل، اللهم ادفع به عنا جميع الآفات وعن أمة حبيبك في المشارق والمغارب، واربط بين أسرنا ومجتمعاتنا وقبائلنا صغارهم وكبارهم على البر والتقوى وما هو أنفع وأحسن وأجمع في الدنيا والآخرة. وادفع عنا وعنهم كيد الكائدين وكفر الكافرين وأذى المؤذين من الإنس والجن أجمعين، واجعلنا في حصنك الحصين. اللهم فرجك لهذه الأمة وغياثك بمحبتك لنبيك وبما بينك وبينه، أغث أمته في المشارق والمغارب، وادفع عنهم هذه الشدائد والمصائب، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال. الجمع اجتماع ملبي لدعوتك، معظم لنبيك، ويسألك غياث من عندك، ويسألك فرج من عندك، ويسألك درك تدرك به أهل لا إله إلا الله. فاحفظ يمننا، واحفظ شامنا، واحفظ شرقنا وغربنا، وادفع عنا البلاء ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، وأصلح شؤوننا وثبتنا على القدم الأقوم، وأمتعنا بصلحائنا وعلمائنا، وبارك لنا في بقية المجالس البهية الزهية التي نختم بها أيام ذكرى ميلاد خير البرية
ومعناها ونورها والتعلق بيدوم معنا ويزداد إن شاء الله في كل شهر وفي كل الدهر حتى تأتي المنية، ونحن على محبة الله ومحبة رسوله وعلى الصدق نحب لقاء الله ويحب الله لقاءنا، ويختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتم لكل صغير وكبير منا، للحاضرين ولمن يسمع، والدينا ومن في ديارنا، اكتب لنا ولهم حسن السابقة وحسن الخاتمة وسعادة الدارين، مع السلامة من كل سوء، والحمد لله رب العالمين.